بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن إخواني، حسيت وكأنه زربت شوية في هذا الشيء مع هذا، بالتالي عاودت سريعا رجعت لهذه النقطة هذه في لاشين دو تونسيون دائما باش نوضح لكم شيء ما أفضل. حسيت أنه كانت الأمور ربما سريعة. إذن تبعوني إخواني الكرام، عندي دلتا اي دو، نحاول نكتب بلا سوري، موان اي دو زيرو بلوس اي دو تساوي صفر. دونك راح ندير لاسون دي تونسيون، وينما انا واش على بالي، على بالي بلي اي دو زيرو موان اي دو تساوي زد اس اي دو، وزد اس اي دو واش تساوي في هادو كومبوزون. دونك تبعوني باش 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 تفهموني واش هو. دونك لو كان نحب نكتب انا، نكتب اي دو زيرو واش تساوي، تبعوني اي دو زيرو واش تساوي، تساوي هذا يجي منا تولي اي دو بلوس زد اس اي دو. دونك تبعوني، معناه اي دو زيرو، حسيت باللي زربت لها شوية، هي كنا درناها من المفروض بصح معليش نعاودوها. اي دو زائد ار كوسينوس بلوس اكس سينوس. دونك عندي 3 فيكتور، شوفوا مليح. اي دو هو زائد ار دو ار اس اي دو، يجي موازي مع هذا، هاو اي دو افاك ان سيرتان ديفازاج بيناتهم بيان سور، ما يهمناش حنا شحال يكون هذا مثلا الفا ولا. المهم لازم هذا يكون موازي لهذا، علاش؟ لانه لا ريزيستونس نيك نكري اوكين ديفازاج اونتر سي دو. من بعد بلوس اكس، حنا على بالنا بلي لا ريكتونس لا رياكتونس عفوا ندير 90 درجة. دونك ندير هنا 90 درجة ونخدم لو دوزيام لو تروزيام فيكتور. دونك نرسم شعاع الاول اي دو، من نهاية الشعاع الاول نرسم شعاع الثاني، من الشعاع الثاني نرسم شعاع الثالث، ثم المجموع واش يساوي؟ تساوي اي دو زيرو. هذا هو الشعاع تاعها، هذه هي اللي رسمناها. نتوما الان بحثوا وين راهي زد اس اي دو. زد اس اي دو اخواني هذه هي، هذه الامبيدونس تاعي فيها الار والاكس، هذه هي الزاد تاعي زد اس اي دو. زد اس اي دو ريبريزونت كوا اخواني؟ ريبريزونت لا شوت دو تونسيون. اذا كي تحب تحوس لا شوت دو تونسيون شكون هي؟ نبدل اللون. La chute de tension. La chute de tension, il y a des y a Z2 I2. Donc, il y a delta U. Nous allons nous retrouver à des femmes ou à des mêlées. Haïe. La couture ou à des. Haïlik I2. Haïlik delta U2. Haïlik I2 0. Donc, Inch'Allah, tu connais femme tourner. Adore le schéma terna. هاي لك U1 تساوي موان أم U2 0 تساوي موان أم U1. دونك يجو 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 متوازيين، عندهم نفس الحامل، مختلفين في الشدة ومتعاكسين في الاتجاه، بصح عندهم نفس الحامل. دونك سي بور سا رسمنا U1 منا، رسمنا موان أم U1 منا. هذا هو من المفروض إن شاء الله شرحت لكم يعني بكل هذا وباش نقدر. ما كاش أبسط من هذه، واللي مازال ما فهمهاش مليح يقدر يرجع. قلت لكم لو شابيتر سيركوي مانيتيك، وين هضرنا على لو سيركوي مانيتيك اون الترناتيف، وهضرنا على لو شيما هذا. اذا ان شاء الله تكونوا فهمتوني مليح. الى فيديو لاحق، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.